من دي في اند اوديو برودكشن، نحن معكم اليوم من جديد وتحديدا من الخنشارة على الطريق الحلو الجميل اللي رح نتعرف عليها نحن وياكم ونتمتع فيها. بمشوارك على طريق الخنشارة ما بيمنع تتمتع بشجرة العنب أو العريش المعروفة باللبناني مع عناقيد العنب الجميلة جدا بلونها وبمنظرها. من الشتلات المعروفة واللي كتير منحبها بطبيعة الخنشارة شتلة الخنشار، شكلها الحلو لونها الحلو كمان، وأكيد شجر الصنوبر ما فينا ننسيهم اللي هن عم بيعطوا جمال لطبيعتنا وين ما وجدنا، بقضاء المتن بخضارهم بجمالهم بطبيعتهم. حلوة هيك الاستراحة الصغيرة بربوع طبيعتنا بين هالشجر، بالأخص بالفي والظل اللي عطيتنا إياها الشجر الحلوة بضيعة الخنشارة وهالمناظر اللي وراي عم بشوفها. ومن الشتلات اللي معروفة من نحنا وصغار منشوفها وبتنعمل لنوع من الزهورات بأيام الشتاء، زهرة الخاتمية المعروفة بلون الزهرة واللون الأبيض، منشوفها نحنا وياكم سوا ومنتمتع بجمالها. ختاما مشاهدينا بدي اتشكر المنتج والمخرج توني سماحة وإدارة إنتاج دي في أند أوديو برودكشن اللي عم يفتحوا لي المجال كون أنا وياكم بهالريبورتاجات اللي عم نضوي من خلالها على الطبيعة الحلوة بلبنان، واللي عم بيسمحوا لنا نكون نحن وياكم قراب لبعض من خلال هالشاشة الحلوة الصغيرة. تابعونا بغير مرات وأهلا وسهلا فيكم.